السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية. والمستهل من المجلس الدستوري، حيث أعلن مساء أمس كمال فنيش رئيس المجلس عن النتائج النهائية للاستفتاء الدستوري للفاتح نوفمبر 2020. نتابع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. أما بعد، بيان المجلس الدستوري بخصوص النتائج النهائية للاستفتاء حول تعديل الدستور ليوم 1 نوفمبر 2020 بعد انتهاء عملية الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور الذي جرى يوم 1 نوفمبر 2020، استلم المجلس الدستوري طبقا للدستور لا سيما المادة 188 الفقرتين 2 و 3 منه والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لا سيما المواد 149 150 151 154 163 و172 منه، وعملا بالنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لا سيما المواد 73 74 75 76 77 و80 منه، مجموع محاضر تركيز نتائج التصويت المعدة من قبل اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج، وكذا محاضر الإحصاء البلدي للتصويت ومحاضر الفرز والوثائق الانتخابية ذات الصلة. وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين وبعد الدراسة والتحقيق في النتائج المدونة في المحاضر وبعد تصحيح الأخطاء المادية وضبط الأرقام واعتبار أن الطعن الموضع لدى المجلس الدستوري قد فصل قد تم الفصل فيه برفضه شكلا لعدم استيفائه الشروط الشكلية والقانونية، وضبط المجلس الدستوري النتائج النهائية للاستفتاء كما يلي: الناخبون المسجلون على مستوى التراب الوطني 23,559,320، العدد الإجمالي للناخبين المسجلين بما في ذلك المقيمين في الخارج 24,466,618، الناخبون المصوتون على مستوى التراب الوطني 5,616,481، العدد الإجمالي للناخبين المصوتين بما في ذلك المقيمين في الخارج 5,661,551، نسبة المشاركة 23.84%، الأوراق الملغاة 637,308، عدد الأصوات المعبر عنها 5,024,239، المصوتين بنعم 3,356,091 أي بنسبة 66.80%، المصوتين بلا 1,668,148 أي بنسبة 33.20%. إن الإعلان المتضمن النتائج النهائية للاستفتاء سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويعتبر المجلس الدستوري أن الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور قد جرى في ظروف حسنة، كما يؤكد صحة إجراء الاستفتاء وشفافيته وفقا للضمانات التي يكفلها الدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنصوص التنظيمية ذات الصلة. وفي الأخير لا يسعني إلى أن أحيي السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والجيش الوطني الشعبي ومختلف أسلاك الأمن الذين سهروا على ضمان سير العملية في هدوء وسكينة سمحت للشعب الجزائري بممارسة حقه الدستوري، كما أحيي مجهودات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وكافة أولئك الذين سهروا على إنجاح عملية التصويت رغم الظرف الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا والعالم من جراء انتشار جائحة كورونا. كما لا يفوتني أن أشكر أسرة الإعلام السمعية البصرية والمكتوبة على مساهمتها الفعالة في مجريات الاستفتاء وعلى تغطيتها الأمينة لعمل المجلس الدستوري أثناء مراقبته لعملية الاستفتاء. عاشت الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
برلمانيا ثمن أمس نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون الوقاية من جرائم الاختطاف وطالبوا بتطبيق أقصى العقوبات على المجرمين. ومن جهته أكد وزير العدل حافظ الأختام بالقاسم زغماطي أن مشروع القانون هذا يهدف إلى التكييف المستمر للتشريع الوطني مع تطور أشكال جرائم الاختطاف. تكمن خصوصية هذا المشروع في كونه يجمع بين الوقاية والمكافحة، ويشمل أحكاما خاصة للتكفل بضحايا هذه الجرائم وأسرهم. وتبرز أهم خصائص هذا المشروع فيما يلي: أنه يطبق على جميع جرائم الاختطاف بغض النظر على فئة الأشخاص المستهدفة بها، سواء كانوا بالغين أو قُصّر أو نساء أو مسنين أو غيرهم من فئات المجتمع. ولأن الطفل يعد من بين الفئات المستهدفة من جرائم الاختطاف، ينص المشروع على ضرورة ضمان الحماية الأمنية المستمرة للمؤسسات التعليمية والتربوية. هذا وكان مكتب المجلس الشعبي الوطني قد عقد أمس اجتماعا برئاسة سليمان الشنين الذي ثمن فيه مداخلة النواب بعدما رافعوا على انشغالة المواطنين رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. ودرس المكتب في هذا الاجتماع التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية 2021 والتي بلغ عددها 22 تعديلا. وعند الانتهاء من الدراسة أحال المكتب على لجنة المالية والميزانية 17 تعديلا مستوفيا للشروط المطلوبة قانونا، وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها. أكد أمس وزير الطاقة عبد المجيد عطار خلال الاجتماع الوزاري 22 لمنتدى البلدان المصدرة للغاز عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، أكد على ضرورة تعويض الركود المسجل في الأسواق العالمية للغاز الطبيعي الناجم عن جائحة كورونا. سناء بلقصبات. الاجتماع الوزاري 22 لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي تم عن طريق تقنية التحاضر عن بعد وبرئاسة الجزائر جاء بهدف تقييم الديناميكيات الحالية في صناعة الغاز الطبيعي، مع إقرار الأساسيات التي ستدفع النمو المتوقع للغاز الطبيعي إلى قمة مزيج الطاقة العالمي على المديين القصير والطويل. يجب علينا إعادة تنظيم أنفسنا لزيادة قوتنا في هذه الأوقات الصعبة، إذ يظل الغاز الطبيعي أكثر مصادر الطاقة الواعدة، وقد أصبح في متناول المستهلكين بشكل متزايد. نحن نعتبره جزءا لا يتجزأ من المحادثات الهامة حول أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وباعتبار الغاز الطبيعي نقطة انطلاق للتنمية المستدامة، أكد المشاركون عزمهم على تسريع وتيرة التعاون لرفع كفاءة المنتدى الاقتصادي العالمي، خاصة وأن الدول الأعضاء قد أظهرت مرونة في محاولتها لضمان التشغيل غير المقيد لأسواق الغاز الحرة والمرنة على الرغم من كل التحديات. بداية من جويليا لاحظنا باللي سعر الغاز بدأ يطلع شوية شيئا ما، وحنا نظن باللي السعر هذا تاع الغاز رايح يكمل يعني يترفع شويه من اخر سنه. وفيما يخص 2021 الشيء اللي لاحظناه او حسب كما نقول حنا لي بيرسبكتيف حسب كل الدراسات نتاعنا نظن باللي الاستهلاك نتاع الغاز رايح يرجع شيئا فشيئا، خاصه بعد بعض المعطيات اللي تبين باللي كاين كيفاش يقولوا له فاكسان نتاع كوفيد. التحويل التكنولوجي، إطلاق معهد لأبحاث الغاز الطبيعي الخاص بالمنتدى والذي سيتخذ الجزائر مقرا له، وتبني استراتيجية طاقوية محكمة من بين أهم التوصيات التي خلص إليها المؤتمر 22 للدول المصدرة للغاز. صحيا، وفي حصيلة هي الأعلى منذ بداية الجائحة، تم تسجيل أمس 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما جاء في عرض الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا الدكتور جمال فرار. مع تسجيل 851 حالة يصبح المعدل
خلال 24 ساعة الأخيرة ب 1.9 حالة لكل 100,000 نسمة، علما أن 18 ولاية لم تسجل أي حالة خلال 24 ساعة الماضية، 10 ولاية سجلت ما بين حالة 9 حالات، و 20 ولاية سجلت 10 حالات فما فوق. فيما يخص الوفيات التي سجلت خلال 24 ساعة الماضية، عددها ازداد بحيث وصل إلى 18 وفاة جديدة رحمهم الله. أما فيما يخص الحالات التي خضعت للاستشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة، عددهم 647 مريض جديد في خلال 24 ساعة الأخيرة. فيما يخص الحالات التي تمثلت الشفاء طبقا للمعايير المعتمدة، عددهم لحد اليوم 43,377، منها 397 تمثلت الشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة. فيما يخص حالات الاستشفاء، عندنا حاليا على مستوى المستشفيات عبر الوطن 53 مريض في العناية المركزة. وأمام هذا الارتفاع المحسوس في عدد الإصابة بكورونا، دعت وزارة الصحة المواطنين إلى المزيد من الحيطة والتقيد بالإجراءات الوقائية تفاديا للأسوأ. نسيم يعقوبي وتفاصيل. صور أبلغ من كل تعبير، اختراق كلي للتدابير الصحية ببعض الأسواق والشوارع بالعاصمة. الكل يتفق على ضرورة الاحتياط، لكن الأغلبية تتحجج بأتفه الأسباب. الإنسان يخاف من الخاف، علاه ما نخافش؟ هو جا نوض، واش ندير له؟ أنا حشمت نحوجه. بزاف متقاربين. لا لا، حنا نشوفوا الدور، ماهوش مقابلني، أنا نشوفوا هنا الدور. ساكنوا متباعد، ما عندكوش ميترا بيناتكم. هذاك نجيبوا ميترا نقسلوا من هنايا، اللي صار صار خلاص، هذا ما كانش حاب يقول لك هنايا. كل باب شكليت شوية الآخر نحيتها، ولا غير عندي هاي. والله هذا وين تغديت ودوك نديرها كنت دايرها من الصباح. هذا وين حبطت من البيت كنت دايرها تغميت كي حبطت هذا ولاري لهنا. منحا تصاعدي في ارقام الاصابات بالعاصمه لتصبح في قائمه المراتب الاولى في تفشي الفيروس. 11 نوفمبر 2000 سرير اوسبيتاليزي، 2000 سرير وتقريبا 250 سرير تاع انعاش. في ال 2000 سرير هادو عندنا 1193 فيه مريض، وعندنا 807 سرير شاغر. نسبة التشبع الأسرة في ولاية العاصمة 59.65%. وأمام هذه الأرقام إجراءات تتخذ من أجل احتواء الوضع في حال تفاقمه أكثر. راح نصعدوا، راح نزيدوا الأسرة، بصح نقدر نقول إن شاء الله لا قدر الله إن شاء الله ما نلحقوش لهذه الحالة هذه، أنه يمكن ما نقدروش يكون عندنا الأسرة. إذا كملنا في التهاون، الفيروس ما يتحاربش في المستشفى، الفيروس يتحارب خارج المستشفى. قد ما يلحقوا المرضى في المستشفى صافي دير رانا سيت ان ايشيك. وضعية لا تستلزم منا سوى أخذ الحيطة والوقاية. هذا وأوضح مدير التسويق بمعهد باستير الدكتور عبد الرزاق السوفي أن عملية توزيع اللقاح المضاد للإنفلونزا الموسمية تتم بصفة تدريجية وعادلة عبر كافة ولايات الوطن. رزق جليل. نحن هنا بالمديرية التجارية لمعهد باستير. عملية توزيع اللقاح المضاد للأنفلونزا الموسمية تتم بصفة تدريجية حسب وصول جرعات اللقاح من المخبر المتعاقد مع معهد باستير. كاين 1,800,000 جرعة لجوع الفاكسة هذا العام، راهم يجيونا ديس إن شاء الله على 10 أيام يكون عندنا 1,800,000 اللي كاين. الفاكسة راهم يجيو تدريجيا الناس حسبت لهم كيما العام اللي فات. حنا رانا دون اون سيتياسيون تاع الكوفيد كي ديفيسيل. انا ريبريزونتي لا ولايه ديال الفار، جيت ندير فاكسون تي غريبال، واليوم عطاو لي الكوطه كامله تاعي وراهم قايلين بالواجب على ما يرام. توقف خطوط الجوية الجزائرية بسبب جائحة كورونا لم يمنع من تزويد ولايات الجنوب بحصتها من اللقاح. الجيش تاعنا عاونونا بزاف، باسكو ايرا الجيري مع الكوفيد كذا ما كانش لي زافيون، لارمي عطيهم صحة، ينزون ايدي، دونك افيك اون اون تخين ترافايي باش يلحق الفاكسان لثمان راسات، الأضرار، بوجبادجي مختار، هادو كاع، أنا بدينا ثمان راسات عطينا لهم، أضرار سي أون كور، تين دوف غدوة.
الموزعون الخواص بدورهم استفادوا من حصة أولى في انتظار الحصة الثانية خلال أيام. دوليا وفي الشأن الصحراوي، أكدت المناضلة الصحراوية أمينات حيدر من العيون المحتلة عبر تقنية الزوم في حوار خاص لكانال الجيري أن المينورسو لم تعد تؤدي دورها للحفاظ على حقوق الإنسان في المنطقة. تعد المينورسو بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، أنشئت خصيصا لتنظيم هذا الاستفتاء، ولكن ومع الأسف وبعد 29 عاما المينورسو عجزت عن تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله، كما عجزت عن حماية وترقية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. بالنسبة إلي وبالنسبة لكل الصحراويين الذين يتواجدون تحت الاحتلال المغربي، المينورسو شاهد للأمم المتحدة حجبت عينيها عن رؤية الحقيقة، وعليه لم تعد تؤدي أي دور على أرض الواقع، ونحن كضحايا نعاني يوميا من القمع داخل الأراضي الصحراوية. في ليبيا، من المقرر أن تتواصل لليوم الخامس مناقشات الفرقاء الليبيين المشاركين في الحوار السياسي في تونس بهدف التوصل لاتفاق سياسي شامل ينهي الأزمة وسط خلافات حول صلاحية المجلس الرئاسي وآلية اختياره. وأشارت البعثة الأممية إلى نقطة تفاؤل معلنة أن نقاشات أمس تسير بوتيرة عالية وفي ظل روح إيجابية ووطنية. كما كشفت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز في اليوم الثاني أنه سيتم إنجاز خريطة طريق للوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية بليبيا في فترة لن تتجاوز 18 شهرا. في موضوع انتشار وباء كورونا، أحصى العالم خلال 24 ساعة الماضية ما لا يقل عن 10,000 حالة وفاة، فيما بلغت الحصيلة منذ بداية ظهور الوباء أزيد من 1,285,000 حالة. وفيما خرجت الأوضاع عن السيطرة في الولايات المتحدة من حيث أرقام المصابين، دعا قادة دول وحكومات أوروبية في منتدى باريس أمس إلى جعل اللقاحات المضادة لكوفيد 19 في متناول جميع الشعوب لكبح وتيرة انتشاره والقضاء عليه محليا في كل مكان. في بوركينا فاسو، لقي 14 جنديا حكوميا مصرعهم في كمين نصبه مسلحون بمنطقة على الحدود مع دولة مالي المجاورة. الهجوم الذي وصفه الناطق الرسمي للحكومة البوركينابية بالإرهابي خلف أيضا إصابة 8 جنود بينهم 3 في حالة حرجة. ونختم نشرتنا بكرة القدم، حيث حقق سهرة أمس المنتخب الوطني فوزا مستحقا على نظيره الزيمبابوي بنتيجة 3 أهداف مقابل 1 في مباراة احتضنها ملعب 5 جويلية بدون جمهور، وذلك برسم الجولة 3 عن المجموعة 8 من التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا للأمم 2021 والمؤجلة إلى 2022 بسبب تداعيات جائحة كورونا. وعلى إثر هذا الفوز يعزز الخضر مركزهم في الصدارة ويعمقون الفارق إلى 9 نقاط، حيث لا تفصله سوى نقطة واحدة للدفاع عن تتويجه الأخير بكأس الأمم الإفريقية. هذا ومن المنتظر أن يتوجه الخضر صبيحة اليوم في حدود 10:00 إلى هراري على متن طائرة خاصة تحسبا لمباراة العودة أمام زيمبابوي المقررة الاثنين المقبل. مشاهدينا، ختام هذه النشرة، ألقاكم في تمام 9 في موجز لأهم الأنباء. إلى اللقاء.